السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بأحبتي في الله ومتابعي قناة إلكترو المصطفى. إذا أعجبكم الفيديو أتمنى الاشتراك في القناة. موضوعنا اليوم على شرح علبة التغذية أو لامونتاسيون لشاشات LCD تلفاز صغير. دائما أو مدخل الكهرباء يعني كهرباء المنزل يعني أسي الفيوز أو الفيزيبل ديود بريدج، قمت سابقا بشرحه في موضوع مثل ترانزستور له أربعة أرجل على التوالي: مكتف فلتر الذي يقوم بفلتر الكهرباء يتحمل حتى 450 فولت، أيسل بور أو ترانزستور بور، فوتوكوبلور ترانزستور خاصة بالفوتوكوبلور، الشوبر خارج الشوبر، الديود الخاصة بخارج الشوبر عبارة عن شكل ترانزستور. هذه مكتفة الفلتر الخاص خارج الشوبر. ها هي علبة التغذية صغيرة جدا في هذه البوردة، وهو خارج الشوبر، وتم الاشتراك مع علبة التغذية ISP605 الخاص بتغذية THT التي يقوم بتشغيل شاشات LCD أو واحدة أو الأخرى. هنا من هنا تشتغل شاشة LCD. الآن سوف أقوم بنظرة شاملة على علبة التغذية. كما نعرف أن دائرة البور هي الدائرة التي تمد جميع الدوائر بالتغذية، يعني من كارت الأم أو الكارت الخاصة بتغذية الشاشة، لأن هناك أنواع أخرى من شاشة LCD أو LED تكون البوردة الخاصة بتشغيل الشاشة تكون منفصلة عن كارت البور يعني علبة التغذية وكارت المير. دائرة البور هي الدائرة التي تمد جميع الدوائر بالتغذية ومرتبطة بالدوائر الأخرى التي تتصل بها. مثلا نريد إصلاح بعض الأعطال، فيجب علينا أولا تحديد مصدر العطل. مثلا عند وجود شاشة LCD قاطعة باور، أولا نقوم بفصل دائرة الداتا من هنا، وقياس الفولت هل تقوم علبة التغذية بإخراج الفولتاج الذي تحتاجه كارت مير أم لا. أول شيء نقوم به هو قياس الفيزيبل أو الفيوز. إذا وجدنا سالم نقوم بضبط فولتميتر على أس يعني كهرباء المنزل. الرجلين الأوسط يعني الرجل الثاني والثالث في البريدج غالبا يكون داخل التيار، ويجب أن نجد عليه 220 فولت فما فوق. ندخل على مكتف الكبير، أكبر مكتف في علبة التغذية، ونقوم بضبط ملتيمتر على DC، وقياس الفولت سنجد أكبر من 270 حتى 320 على حسب الدائرة. عدم وجود هذا الفولت يعني سوف نجد يعني تالف ديود البريدج هو يوجد تحت هذه البرادة. نقوم بتغييره ويتم إصلاح المشكل إن شاء الله. بعد هذه القياسات يتوجب علينا، إذا وجدنا سالم يتوجب علينا قياس
قيس البور يعني الترانزستور، البور أو علبات التغذية. أولا سوف أشرح قيس البور. نتعرف على دائرة البور. أنواع الشاشة تتواجد في جميع أنواع الشاشات، سواء كانت شاشة من نوع RCD أو LCD. لديها نوعان من الأرضي، أرضي يسمى بالأرض الساخن، وأرضي يسمى بالأرض البارد. تمام، بالأرض البارد. الأرضي الساخن هو أرضي جميع المكونات الإلكترونية قبل محول الشوبر. أما الأرضي البارد هو الأرضي الخاص بالمكونات الإلكترونية بعد محول الشوبر. لذا عند قياس الفولت لابد من مراعاة ذلك، هل تعمل قبل الشوبر أم بعد الشوبر. هناك في أيس البور، هو أيس البور تعمل قبل الشوبر، لذا سوف نأخذ الأرضي من الطرف السالب، من الطرف السالب للمكتف الكبير كما أبين لكم في هذا الفيديو. هو الطرف السالب، هو الموجب، يوجد فيه زائد. بعد ذلك نتجه إلى الديود، هي عبارة عن شكل ترانزستور بعد محول الشوبر. هو محول الشوبر. وجود الفولت على الديود يعني سلامة الدائرة قبل محول الشوبر. نقوم بضبط ملتيمتر على وضع دي سي 20 فولت للقياس، ونقوم بقياس الديودات كما أبين لكم هنا. هي الديودات عبارة عن شكل ترانزستور. نقوم بوضع الطرف الأحمر على خروج الديود، والطرف الأسود على الأرضي البارد، لأننا نعمل بعد محول الشوبر. الأرضي البارد هو أي أرضي في المنطقة بعد محول الشوبر، وهكذا. ومن ثم إذا وجدنا الديود سالمة، نقوم بفحص خارج الشوبر، مكتفات فلتر خارج الشوبر. مشكل آخر، يمكن أيضا شاشة LCD يعني لمبة ليد خاصة باشتغال الشاشة لم تشتغل. يمكن في معظم الأحيان تكون الكهرباء قاطعة عن هاد أيس بي 605. في معظم الأحيان نجده محترق، نقوم بقياسه أو تغييره مباشرة إذا كان محترق. هذا كل شيء في هذا الفيديو. إذا أعجبكم الفيديو أتمنى الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.